أنا من المدرسة اللي بتقول إنه يا إخوانا ما تضيعوش حقكم في تحديد مصير بلدكم. لو تعرف حد كويس، أولا أنت لو كويس وشايف إنك أنت تصلح لإنك تكون عضو في مجلس الشيوخ، أرجوك ترشح، سواء تترشح مع مجموعة من الناس في قائمة أو تترشح في انتخابات فردية، يعني المهم إنك قدر المستطاع اترشح، بالذات الناس اللي هم أهل العلم والاختصاص والمتخصصين والناس اللي اشتغلت في بره مصر وشركات كبيرة وليهم خبرات، لأنه ده وقت إنه نقدم نفسنا لمجتمعنا باعتبارنا. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، ومش عارف إذا كان الكلام ده يعني مقنع في مصر ولا لأ، إنما ناس كتيرة جدا في مجلس النواب الحالي دخلت وهي ما كانش في بالها إنها تنجح، يعني ما كانش في حساباته إن هو لك أنا أعمل عليها وخلاص، عندها ترشح وفاجأ بإنه الناس غلبت بالفعل القيمة العلمية على الاعتبارات الشخصية بقى والأخوية والمحبة والكلام ده. أنا عايز أقول لك مثلا الراجل اللي هو رئيس تونس الحالي، هو أستاذ جامعي، راجل متخصص في القانون الدستوري إلى آخره، وانتهى بالحال إنه بقى رئيس تونس، رغم إنه قبل الانتخابات بيوم أو يومين لو حد قال لك إنه هو ده اللي هيفوز في الانتخابات، يا راجل ده في ناس مع فلوس كتيرة قوي، رؤوس رجال أعمال ورؤوس أموال ضخمة إلى آخره. فبس عايز أقول أنا أولا أناشد أهل الاختصاص ممن يرون في أنفسهم أنهم قادرون على النهوض بالتبعة، ان هو يشيل الشيلة، يقدر يتحمل المسؤولية، انه يرشح نفسه. ثانيا على المصريين انه يدوا صوته في الانتخابات، شارك على قد ما تقدر. طبعا هي دعوة مبكرة جدا، الانتخابات لسه هتبقى في 12 اغسطس 11 و12 اغسطس، ده جوه مصر، وبره مصر هتبقى قبلها بثلاث ايام، لكن في النهاية اعمل حسابك انك تشارك. المشاركة في هذه الحالة فضيلة، لانه احنا بنعمل مناسبات اجتماعيه كتير، اشي عزا واشي يعني كتب كتاب وفرح وكلام زي كده، طب ما بالك بقى بانك بتنتخب الناس اللي في النهايه هتقرر مصير البلد، فما تستحقش ان انت تبذل شويه مجهود. حاول على قد ما تقدر اجتهد في هذه المساله. معانا سياده اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماه وطن. مساء الخير سياده اللواء. سياده اللواء، سيادة اللواء محمد الغباشي، حضرتك معايا؟ ايوه فندم. ايوه فندم، انا معتز عبد الفتاح، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا دكتور، منورنا يا فندم. عايز اقول لك قبل ما تسال، انت قلت جمله في منتهى الابداع، اتفضل. انا ما اعرفش احييك عليها، ان انت بتقول اهل الخبره والاختصاص. نعم صحيح صحيح. يعني انت الحقيقه بالجمله دي لخصت كل الحكايه وانهيت كل الحكايه، لان اسمح لي مبكرا قبل ما حضرتك تسالني اقول ان المطلوب ان مجلس الشيوخ يكونوا كده من العلماء واصحاب الخبرات. نعم. وليس من اصحاب الاموال، ولا الحاج فلان، ولا المعلم فلان، ولا زعيم القبيله الفلانيه. صحيح. هو يعني الجمله اللي انت قلتها يعني اسلاج الصدري من قبل ما ابدا، فانا بحييك. اشكرك يا فندم، اشكرك سياده اللواء. وحتى لو في ناس يعني برضو من اصحاب الخبرات، من اصحاب الاموال او ليهم كذا، بس هو يدخل بصفته اهل خبره واختصاص، يعني هو ده اللي احنا بالفعل محتاجينه اكتر ما يكون بحكم القرابه والمعرفه والنسب والفلوس اللي دفعها في الانتخابات والكلام ده. طب حضرتك بقى بصفتك يعني هنا الحزبيه، يعني مساعد حزب حماة وطن، حضراتكم شايفين الانتخابات اللي جايه لمجلس الشيوخ ازاي؟ وهتشاركوا فيها؟ هتعملوا قائمه مستقله؟ هتعملوا قائمه وطنيه يشارك فيها عدد من الاحزاب والشخصيات العامه؟ احنا كلنا ايه تصور الحزب في الفتره القادمه؟ خلينا اقول لسيادتك اولا انا بحييك على البرنامج العظيم، واقول لسيادتك ان حزب حماه الوطن قاله مده بيستعد، عملنا معايير لاختيار النواب اللي هيمثلوا الحزب سواء في البرلمان او في الشيوخ. وحطينا يعني في الشيوخ الحقيقه بعض المعايير الخاصة بالمؤهل العلمي، وخاصة بالسن، وخاصة بالخبرات. وأمانات المحافظات جمعت الطلبات، وجمعت طلبات الترشح، ما يخص القائمة وما يخص الفردي. الحقيقة ان احنا يعني الحمد لله مستعدين، ولدينا كوادر طيبة وناس اصحاب خبرات واصحاب درجات علمية متميزة. وصحيح انا كان ليا رأي شخصي قبل القانون ما يصدر ان يكون الدرجة العلمية ما بعد المؤهل الجامعي
ولكن بصدور القانون سكت. يعني كنت آه. بتمنى هذا، ان يكون ما بعد المؤهل الجامعي كمان، ليس مؤهل جامعي ماجستير فقط. او دبلومه او دكتوراه تمام، او اجازه يعني. عشان اتاكد، يعني انا عندي حاجه شخصيه، اتاكد ان هذا الشخص عنده قدره على البحث، عنده قدره على ان هو يعمل سيرش، وان هو يدور، وان هو يعرف في موضوعات هتحلي، ما يبقاش شخص معتمد على دراسه انتهت من 20 او من 30 سنه. دي النقطه الاولانيه. فحزب حماه الوطن جمع من المحافظات الطلبات وحسب المعايير، وفي لجنه مشكله في امانه الحزب تفحص مدى مطابقه هذه المعايير، وبعدين بتبدا تعمل انتقاء لافضل العناصر. والحقيقه يعني بصوره منهجيه متميزه، لان احنا الحزب عندنا ماشي باسلوب علمي دقيق، وبنأكد فيه على المعايير بدون النظر للشخوص. يعني انت بتحط شابلونة وبتطبق عليها، اللي بتنطبق عليه الشروط بياخد صح، هو اسمه ايه او شخصه مين، يعني هو ده اللي بيبقى متميز. وبالتالي احنا لدينا الحقيقة مجموعة من الكوادر العلمية واصحاب الخبرات طيبة وجاهزة. والحتة دي خلينا اقولك ان احنا بتمنى على جميع القوى السياسية ان ما يبقاش محصة، موضوع المحاصصة ده ينتهي. يبقى لو لا، انا شخصيا هرحب ان يوم ما الاقي اكس او واي مقدم شخص يملك خبرات علمية، درجة خبرات ودرجة علمية احسن من الشخص اللي انا مقدمه من عندي من الحزب، بكل فخر وبكل سرور اقول له طب انت هتفيد الوطن احسن. طب انا هسألك سؤال عام وحضرتك جاوبه بالطريقة اللي انت يعني اللي حضرتك تحب تجاوبه بيها. هل في محاولات علشان يكون في قائمة وطنية او قائمة محاصصة، محاصصة بس عشان الناس تبقى معانا، حصص يعني، انه حزب حماة وطن ياخد كذا، حزب كذا ياخد كذا، حزب كذا، بحيث انه القائمة في كل دايرة من الدوائر تبقى دي القائمة الوطنية بنسبها، والقائمة دي كلها تفوز، لو فازت خلاص يبقى كل حزب ياخد نصيبه من جواها، او انها تبقى مفتوحة كل حزب ينزل بالقايمة بتاعته واللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر. فأنا بسأل حضرتك، هل في حد تواصل مع الحزب من الأحزاب التانية والقوى السياسية الأخرى علشان تعملوا قائمة وطنية أو قائمة محاصصة زي ما حضرتك قلت؟ لا، احنا الحقيقة يعني بنعتز ان احنا جزءا من وجزء أصيل من ائتلاف دعم مصر، ويعني في انتظار ظهور قائد زي سياده اللواء سامح سيف الياذا الله يرحمه، اللي كان الحقيقه شخصيه قويه ومتميزه وله قدره على التعامل مع كل، الله يرحمه، مع كل الكيانات والقوى السياسيه. وبالتالي انا اتصور ان الائتلاف، ائتلاف دعم مصر، في خلال الساعات القليله القادمه هيظهر منه المفوض باداره هذا العمل. واحنا الحزب متمسك به كونه كيان اصيل وعضو في دعم مصر، اصيل في ائتلاف دعم مصر. طب ما هو سياده اللواء، ما هو كده يبقى احنا نرجع للمحاصصه تاني مش كده؟ ما هو هي مش هتبقى محاصصه، ما انا بقول لسيادتك احنا مش عايزين الموضوع محاصصه، عايزين الموضوع مناقشه لاختيار الافضل. يعني قصدي حضراتكم في ائتلاف دعم مصر انه هنقعد 10 احزاب 15 حزب يا اخوانا، المرشح هم 8 يا فندم، انا 8 تمام، المرشح ميم افضل من مرشح لام، مش مهم بقى ميم من اي حزب ولام من اي حزب، حضرتك تقصد كده يعني؟ ايوان، انا اقصد ان احنا هنحط يعني نمسك القاهرة فيها 11، القليوبية كذا، المنوفية الجيزة 8، المنوفيه اللي انا منها 4، نبدا نشوف افضل مجموعه الاحزاب اللي في الائتلاف مين، او افضل 4 اشخاص في محافظه المنوفيه نختارهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبيه. نعم، انتمائهم الحزبي. ليه؟ نعم. يجب ان احنا في مجلس الشيوخ بالذات يعني نتخلى عن المصالح الحزبيه الضيقه. ليه؟ لان الناس دي ناس كبار. صح، وانا دعوه من خلال برنامجك الكريم بقول نشوف الافضل لله والوطن، نشوف اللي قادر على، شوف حضرتك الناس اللي بتنفذ المهام للولايات المتحده، وانت حضرتك دارس سياسه دوليه، شوف الاعضاء بتوع مجلس الشيوخ بيطلعوا يزوروا صحيح دول ويغيروا سياسات دول ومواقف دوليه نتيجه ان هم ناس كبار في السن. سياده اللواء، هقول لحضرتك حاجه
وانا بقولها للناس وانا اسف ان بقولها بس لازم اقولها عشان اوضح لحضراتكم خطوره الموقف، وبؤيد كلام سياده اللواء وقبله الحقيقه كلام الدكتور صلاح فوزي. في يوم من الايام في برلمان الاخوان ما كناش لاقيين عدد كافي ممن يجيدون التحدث بلغه اجنبيه لاستقبال وفود قادمه من افريقيا. يعني الموضوع وصل بانه مصر بقيمتها دي مش لاقيين عدد كافي ممن يجيدون التحدث بالانجليزيه والفرنسيه علشان يتكلموا مع ناس جايه من اوغندا وكينيا والسنغال. طبعا احترامنا لكل الدول دي، بس قصدي احنا كنا منعدمي الكفاءه لهذه الدرجه، فدي مناسبه لان احنا نختار افضل ناس. طبعا مش بس ان هو بيتكلم لغه، مش دي القضيه، قصدي يكون كفء في مجاله، كفء في الحته اللي بيفهم فيها. صح يا ست اللواء؟ أنا طبعا بؤيد كلامك جدا، وعشان كده بقول لسيادتك إن إحنا عندنا مناحي الحياة كثيرة في العلوم وفي الفنون وفي الآداب وفي الكيمياء وفي الرياضة وفي يعني في مختلف مناحي الحياة محتاجين أصحاب الخبرات، وفي الأمن القومي بالطبع محتاجين مختلف الكفاءات العلمية والخبراتية. يعني هم دول اللي عشان يبقوا كمان على حسب ما الدستور، انت لو يعني لو الناس اهتمت بالاربع بنود اللي كانوا فيهم مهام، ولو يعني انا اتمنى على سيادتك ان انت في وقتك تشرحهم للناس. ايه كلمه توصيل دعائم الديمقراطيه؟ دعم المهام اللي اتخذت من الدستور لمجلس الشيوخ، دراسه الحقوق والواجبات العامه، تعميق النظام الديمقراطي. احنا مش محتاجين يعني مع كل الاحترام غير ناس أصحاب كفاءات علمية عشان تنفذ هذه المهام الصعبة. وبعدين مكتوب الجزء الثاني يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل مادة وأكثر في الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية، معاهدات الصلح. يبقى إذن احنا أمام خبرات، مطلوب إن هم ناس كبار في السن، مطلوب إن هم ناس أصحاب خبرات. كمان خلينا اقول لسيادتك حاجه بصفه شخصيه ومحدش يسمحها، يكونوا ناس زاهدين في المناصب وزاهدين في الدنيا، عشان لما يقرروا حاجه بيقرروا موضوع الحقوق والواجبات والحريات العامه دي للاجيال القادمه. لما يبقى ناس في السبعينات وناس مش مستنيه واحد يديله شويه فلوس ولا واحد يقول له هتبقى في منصب الفلاني، فبيعمل الحاجه بدون بيعتبر ان هو بيخطط لاحفاده. ما يخص الخطة العامة للدولة، ودي موضوعات الخبرة والعلم هو فقط المحدد الرئيسي لي. أشكرك سيادة اللواء محمد غباشي مساعد رئيس حزب حماة وطن، شكرا جزيلا. صقر هقول لك حاجة بس، أنت بتكلمني والضيف بيكلمني فأنا مش سامعك، فيعني يشيل الكلام الضيف من هنا بس، مش حاجة داخلية كده بس، حضرتك خش معانا، إحنا قاعدين في الليفينج روم بتاعتنا فإحنا قاعدين مع بعضينا. النهارده بس أنا عايز أقول حاجة أخيرة عشان إيه أوضح لحضراتكم، يعني إيه فكرة إن يكون في تحالف اسمه دعم مصر أو أي اسم تاني، يعني في تحالفات مختلفة تظهر. ده حضراتكم أهل الناس اللي بتدرس الحاجات دي يقول لك تحالف انتخابي، يعني ده عشان يدخلوا الانتخابات بس ما هواش تحالف سياسي. يعني ايه مش تحالف سياسي؟ اسرائيل، انا مش بحب اضرب امثله باسرائيل بس هي دوله جنبنا وبتعمل التحالفات دي، تحالفات اسرائيل انتخابيه سياسيه. يعني ايه؟ يعني انتخابي عشان يخش الكنيست البرلمان وبيفضل الائتلاف جوه الكنيست زي ما هو علشان يشكل الحكومه، فبيفضلوا ماسكين في بعض، لو انفصلوا عن بعض غالبا بيدعوا لانتخابات جديده، لانه الائتلاف اللي خد الاغلبيه كان ائتلاف انتخابي بس مش سياسي، ما قدرش يكمل، اختلفوا لما دخلوا جوه.